طيب هل حضرتك اتكلمت النهارده انا قاريه لك تصريح ده في قضيه اخرى بقى عن الفساد، وفي قضيه الان محظور فيها النشر امام النيابه فيما يتعلق وتسمى بقضيه وزاره الزراعه. بالظبط. انا مش عايز اخش في التفاصيل يا فندم لانه محظور النشر وانا تمام. بحترم ده، لكن بسال حضرتك اذا ثبت بالقضاء، وهنا مش بس تحيات النيابه، بالقضاء وغيره، تورط اي حد من مسؤولي الحكومه، ماذا سيكون رد فعل السيد رئيس الوزراء؟ عايز اقول لحضرتك حاجه، مفيش حد في مصر فوق المؤسسات، ده مفيش بني ادم فوق المؤسسات، ده لازم حضرتك يبقى قدامنا مبدا ان اي حد ممكن يساءل اذا اخطا. هل عند حضرتك معلومات انه في اسامي وزراء ده في هذا الموضوع؟ انا ما عنديش معلومات، وحضرتك تاكدي ان فعلا ما عنديش معلومات باي طيب. اسماء من السادات. هل يعني كانت طلعت اشاعات عن تعديل وزاري، هل حضرتك بتتجه لتعديل وزاري يا فندم؟ حضرتك احنا بنتقيم يوم بيوم، يعني ادائنا، وده المفروض التقييم مستمر يعني. وبعدين انا مروري ولقاءاتي، وطبعا بتتطلب ان بيبقى فيه تقييم مستمر للجميع، يعني لان احنا لنا اهداف لازم بنكون حققناها، وبالتالي التقييم مستمر. لكن هل لو ثبت تورط اي مسؤول في هذه القضيه بلا شك حضرتك هتطيح بهم يا فندم، ما هو اي مسؤول تورط في اي قضيه في مساءله ليه طبعا، يعني واحنا ما بنخبيش حاجه على فكره، يعني هي الحمد لله النهارده احنا في مرحله ان لا حمايه الفساد، وان ما فيش حد بيخبي، ده اداء معين، واذا كان هناك مسؤوليه طبعا طيب في وقتها. اكيد حضرتك سمعت عن قضيه الاستثناءات لابناء الكبار في التعليم العالي والتوزيع الجغرافي في الجامعات، هل ناقشت ده مع السيد وزير التعليم العالي فن؟ انا ناقشت، هو مفيش حاجه اسمها كبار، هو في ممكن حد، هو كان ولغايه دلوقتي انا ما جاليش المذكره، انا طلبت مذكره، وبيقول ان في بعض الوظائف اللي هي ممكن يكونوا معرضين لخطوره في مكان، وحضرتك عارفه مفهوم ابن قاضي معين، ابن بالظبط، يعني لواء امن معين بيتقدم بطلب للمجلس الاعلى للجامعات، والمجلس الاعلى للجامعات بيشوف بيدرس الطلب هل فعلا هذا الطلب يؤخذ بالاعتبار او لا. بس لكن انا قلت له اكتب لي مذكره، ولسه ما فيش اي نوع من المذكرات كتبت ولا رفعت لمجلس الوزراء، ولسه يعني ده يمكن كان بيناقش في المجلس الاعلى للجامعات، ولكن موضوع لازم كل حاجه تبقى في مكانها. يعني ما يكون الاستثناء فقط لوظائف بعينها فيها مش مفتوحه على مصراعيها يا فندم. ايوه يا فندم، ما فيش حاجه اسمها كبار، كلنا ده اهم حاجه في بلدنا، ان المفروض الكل يشعر بالعداله والعدل ونفس الواجبات.